ما بتشحن الصور، إذا بجيب كاميرا ثانية هي قربت تخلص شحنها. أوكي. بس أجي أخلي الكاميرا تخلص شحن ونضل نحكي على الصوت بين ما جبت كاميرا ثانية. أوكي. هلا شو عم بيقولوا؟ بقول انه النظام دائما بيتحكم انه هو عم يقاوم انه هو دولة عمان، ما في داعي يعني لهالشيء كله، نحن عم نطلع حقوق ما عم نحارب شيء. اتركونا نحن حريصنا، نحن بنصير مقاومين لحالنا، مقاوم نحن، ما بدنا حدا. بس يعني كيف قدران اللجان الشعبية تسكر الشوارع؟ يعني الأمن مانو بهال 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 يعني ما بيقدر الأمن يخترق اللجان الشعبية لحتى يفوت ويفض المظاهرة مثلا؟ عفوا في سؤال بس، سؤال بس، الأمن ما عنده القدرة إنه يخترق اللجان الشعبية اللي مسكرة الشوارع ويفض المظاهرة؟ طبعا بده يخترق وبده يدخل، إذا بده يدخل بده يدخل، بس اللجان الشعبية بالدرجة الأولى مسكرة الطريق مشان الإعاقة، مشان هون الناس تاخذ حسابها، مشان ما تتفاجأ. بس عرفت كيف؟ أوكي، يعني ممكن نشهد بأي لحظة دخول قوات الأمن. بالروح بالدم، تفكيك مدني، بالروح بالدم، تفكيك مدني.